يعني معنا يعني السلام عليكم متابعي شاشة الوطن في كل مكان، معنا ومعكم محامي مصطفى البنكة أشهر مستريحية أسوان، سوف يفاجئ لنا مفاجأة بأن عودة فلوس الضحايا ستكون. عرفنا بنفسك الأول. أحمد حسن المحامي عن مصطفى البنك. إن شاء الله بإذن الله في لجنة مشكلة شرقية من أهليته، من أهلية مصطفى من القبيلة بتاعته، يعني من كبار القرية برضه. تمام. والناس ان شاء الله باذن الله بيحصروا ويشوفوا الحاجات الموجوده حاليا والاموال الموجوده حاليا. طب التقديرات الاوليه قد ايه؟ انا والله المبالغ الى الان الى وقتنا هذا تحديدا المعلن عنها زي ما هو المعلن عنها. اخر مره قابلت فيها مصطفى امتى؟ كان يومين ثلاثه كده. طب هي اخر حوار بينك وبينه؟ هو الراجل انا ما مش هنصب على حد، وانا عمري ما اكل فلوس حد، بالعكس انا هدفع فلوس لاي واحد فلوس، وقال الكلام ده في النيابه على فكره. برضه انا لو طلعتنا حتى هتفوز بيه الناس كلها. عدد المحاضر اللي طلعت عليها الفعليه النهارده كانت اكثر من 2500 محضر تقريبا. 2500 محضر. طب ايه اللي هيتم النهارده؟ النهارده لا، النهارده جلسه تحافظ على الاموال. تحافظ على الاموال بس، مش جلسه موضوع ولا مرافعه. طب هو هيحضر النهارده؟ والله ما اعرفش، والله لسه يعني ما اعرفش هيحضر. بس هو موجود في جنة. تم اعلان المتهم على سجنه. طيب يعني الجلسه دي اللي هي جلسه الاهالي، هون هو في اموال تسدد تلك الاموال الضحايا، ولا هم هيكون في ان شاء الله باذن الله في ترتيبات باذن الله بيعملوها، وان شاء الله باذن الله كل واحد يجي هيدفعها. طب بالنسبه للمواشي والمواشي اللي اتباعت في المزاد، والمواشي اللي هو اموال المواشي اللي اتباعت في المزاد تحديد النيابه العامه اللي هي 5 مليون، انا الله اعلم كام بالضبط. ما هي تم يعني النيابه العامه امبارح اوضحت انه 5 مليون جنيه تقريبا كده. تحت يد النيابه العامه. طيب يعني انت شايف يعني جلسات فيما بعد، يعني بعد عمليه التصالح، وهنا هل انت شايف موكلك برا ولا هي في احكام؟ وفقا للقانون المتهم بيستفاد بسداد المبالغ اللي عليه. لكن التعامل في نشاط غير مرخص هل هيكون فيه احكام؟ هو القانون وضع يعني ايه زي موضوع الموظف العام في اختلاسه للاموال. لو رد تلك المبالغ خلاص. اتوقع انه يعني مصطفى البنك يرد المبالغ ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يتفضل. طيب ده حال وحال باقي المستريحين، ولا انت وضعك كموكل مستريح؟ انا ماليش دعوه بالمستريحين، انا بتكلم عن مصطفى البنك. اتكلم عن مصطفى البنك. الراجل عنده النيه واخواته عندهم النيه واهليته عندهم النيه، شو كل الفلوس اللي عليه. يعني اهالي تكاتفوا انهم هم هيسددوا كافه المبالغ عليهم حقنا للدماء، وخاصه طبعا عشان المشاكل اللي حصلت في البلد طبعا، والبهدله اللي حصلت فيهم. يعني في بهدله حصلت فيه. طبعًا. في حاجه اتنهبت من مصطفى البنك. في حاجات كتير اتسرقت من مصطفى البنك من الدايم. زي مثلا الله اعلم بدك الى الان بيتم الحصر فيهم. بيتم حصره. لكن الوضع في القريه، انت من ابناء لا 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 انا محافظ اسوان المدينه. من المدينه. من المدينه. لكن الوضع الحالي بعد المحاكمه ده، يعني بعد بدء جلسات استقرت نوعا ما، بس طبعا اخواتي مش عارفين يرجعوا. اخواته مش يعني اهاليهم مطاردين يعني. خايفين طبعا. خايفين. هم كانوا موجودين في نفس المكان يعني اخواته واهله كانوا موجودين في المكان قبل ما نفس القريه. تمام. طب هو يعني هو هرب ليه؟ يعني هو في نيه يسدد. هو ما هربش على فكره. هو ما هربش. ما هربش. طب ازاي الامن ضبطه في الجبال؟ جات الحكومه وابنته في المكان اللي هو موجود فيه وشغال فيه. الراجل ما هربش. الراجل ما هربش. يعني هو سلم نفسه؟ لا، هي الحكومه جت عليه. ماشي. ما هو في محطه في مكان الهارب. هارب دي لو الحكومه بتدور عنه او بتبحث عنه. لكن الحكومه كانتش بتبحث عنه. الاهالي اللي راحوا عنده حتى يعني هو حتى كل الحمله الامنيه هو الراجل ما امتنعش، قال لهم انا جاي معاكم. في محاسبه للاهالي اللي هي تمت مداهمه المواشي المزارع وبيوت قدام النيابه العامه. في النيابه العامه. قدام النيابه العامه. وبحث الاموال العامه. مره اخرى لمتابعي شاشه الوطن وفي كل مكان، عاوزين نعرف فين يعني الاجراءات اللي هدت التحفظ. تحفظ على الاموال. على الاموال ومنعه من السفر. الاجراء اللي حضرتك. هو محبوس. الاجراء اللي حضرتك اداؤه النهارده يعني. ليه؟ الاجراء اللي حضرتك هتاخده النهارده، ولو في مرافعه. النهارده مش كاس مرافعه، هو قرار تحفظ على الاموال. يعني جلسه عادي. تحفظ على الاموال، اموال واموال اخواته واموال اولاد، وكان لي اولاد، زوجتي كان لي زوجه، ده قرار تحفظ وفقا للقانون.
وفقا للقانون طبعا. لكن يعني اسرته ما زالت هاربه. الناس مش هاربه، الناس خايفه ترجع بيوتها. الناس خايفه ترجع بيوتها. الناس عايزه تخلص، عايزه ترجع بيوتها وعايزه تعيش في سلام. كلهم ابناء عمومه، كلهم تربطهم من علاقه نسب، علاقه مصاهره، في قربه بينهم من الدرجه الاولى والدرجه الثانيه والدرجه الثالثه. هي البلده كلها قرايب قرايب يعني. ما هو بس المشكله طبعا المال ليه سقوته وليه ينفوزه. طيب الكلام ده تبعتوا يعني جلسة انكم انتوا هتسددوا اموال الضحايا، بعتوا رسالة ليهم كده؟ اللجنة المقامة حاليا في المدينة عندهم بتتابع الموقف يعني، تواصلت مع الضحايا و... انا على حد علمي هم تواصلوا وان شاء الله خير. خير. طيب انت شايف الجلسة اول جلسة ان هدى تحفظ على امواله وده هتأدي لتهدئة الضحايا وال... طبعا 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 طبعا. اي ضحية لما تلاقي فلوسها مضمونة وعند عند الحكومة تطمئن. تطمئن. هل بالفعل اتعمل مزاد وتم بيع المواشي؟ تم بيع المواشي والفلوس حصيلة المزاد تحديد النيابة العامة. تحديد النيابة العامة. النيابة العامة طبعا. طيب بالنسبة للضحايا، هل ضحايا من داخل اسوان بس ولا في من محافظات؟ اغلبيتهم من مركز جدة. الاغلبية العظمى من مركز جدة. طب هو كان يتعامل في المواشي ولا في حاجه تانية؟ لا مواشي. مواشي بس. تعامل كلها مواشي. مواشي اموال يعني خدها وهو تم ضبط معاه 9.5 مليون يعني. الله بردك لحد دلوقتي انا ما اقدرش اكد المعلومه دي. يعني ما اقدرش اكد المعلومه دي. ان شاء الله خير. يعني متابعي شاشه الوطن في كل مكان، ما زلنا يعني داخل محكمه جنايات جنا لمتابعه احكام محاكمه او الجلسه او اولى جلسات النظر في قضيه مصطفى البنك وعدد من المستريحين، والقضيه يعني سوف يتم عمليه اجراءات، هتكون اجراءات عاديه، وهي زي ما وضح محامي المستريح انه هتكون التحفظ على امواله ومنعه من السفر، وعدد من المستريحين عددهم 6 اخرين معهم. قال المحامي ايضا انه المستريح مصطفى البنك موجود في جنا، في سجن جنا، وقد يحضر الجلسه وقد يعني، ولكن هناك اجراءات امنيه مشدده، وقاد المحكمه منع حضور جلسات بالنسبه للساده الإعلاميين. ونحن من أمام قاعة محاكمة أو أولى النظر في قضية النظر في قضية مصطفى البنك مستريح أسوان. متابعي شاشة الوطن في كل مكان، ما زلنا نواصل معكم من داخل قاعة المحكمة. طبعا زي ما يعني بيان النيابة العامة وأوضح مبارح أنه تم بيع جميع المواشي التي تم التحفظ عليها لدى مصطفى البنك في قرية البصيلية، والمبالغ التي حصلت من عملية المزاد تقدر بخمسة مليون جنيه، وهم عدد نحو 450 رأس ماشية عبارة عن أبقار وجاموس وجمال وعجول وغيرها، تم بيعها في مزاد علني، وتم التحفظ على الأموال ووضعها في خزينة محكمة المحكمة. طبعا متابعي شاشة الوطن اللي ما دخلوش معنا في البداية، محامي المستريح أوضح أنه موكله سوف يسدد كافة أموال الضحايا، وأنه في لجنة من قبيلة مصطفى البنك أو من أهالي أو عائلة مصطفى البنك شكلت لجنة لسداد هذه الأموال ومنع احتقان ومنع الاحتكاكات ومنع المشاكل. كما أوضح أنه الأهالي ما زالت يعني ذوي مصطفى البنك يعني هاربين خوفا من الاحتكاكات. شكرا متابعي شاشة الوطن، ولسه مواصلين معكم في باقي متابعة أولى جلسات نظر قضية مصطفى البنك وعدد من المستريحين أصلا في محكمة قنا الاقتصادية. كان معكم رجب آدم مراسل جريدة الوطن.